معانا النهارده او دلوقتي حالا واحده من نجوم مباراه اليوم، طبعا كابتن مي غزال. طبعا الف مبروك يا كابتن مي، منورانا ومشرفانا على شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده شفنا مباراه الحمد لله الاهلي قدر ان هو يسيطر فيها بشكل كامل، حصل روتيشن كبير زي ما احنا سمعنا كابتن حمدي بيقول اطمن على كل لعيبه. شايفه مباراه النهارده هي بصراحه اي مباراه بنخشها بتبقى مهمه لينا، يعني ايا كان الفريق بيلعب في مركز ايه او مستوى الفريق، بس احنا دايما بنعمل حساب اي فرقه بنلعبها وبنبقى عارفين ان هنقفل ايه وهنلعب ازاي. كابتن حمدي بيدينا الخطه وكلنا يعني بنشارك في الماتشات اللي هي كده. اهم الانستراكشنز او التعليمات اللي اداها كابتن حمدي ما بين الاشواط، شفنا يعني يمكن كابتن حمدي على الرغم من المباراه مرتاحه جدا او انتم مسيطرين عليها سيطره كامله، ولكن عايزين نعرف ايه اهم يعني التعليمات اللي كان بيديها ما بين الاشواط. يعني مثلا حاجات ممكن بنعملها في ماتشات تانية، اخطاء مثلا يقول لنا نقوي ارسالاتنا، نشغل السريع كتير، نركز في اول كوره، الحاجات دي بتفرق بقى في الماتشات اللي جايه بنظبطها من دلوقتي. يعني شايفه اللي جاي ازاي، خاصه ان في ضغط مباريات كتير جدا الفتره اللي جايه، كاس مصر طبعا يمكن جمهور النادي الاهلي كله حاطط امل عليكم ان انتم تكونوا موجودين في النهائي وتحصلوا على الكاس ان شاء الله، الاستعدادات والتحضيرات للفتره اللي جايه. احنا بصراحة يعني الحمد لله احنا عدينا الدور الثمانية من الكاس، هنركز بقى على الدوري، كل الماتشات اللي جاية مهمة وكل الماتشات اللي جاية خلاص بقى مفيش هزار، واحنا اوريدي اصلا عاملين معسكر اخر الاسبوع ده، يعني هناخد اجازة بكرة وبعد كده بقى هنرجع تاني للتمارين عشان بقى نستعد للماتشات اللي جاية عشان كلها تبقى كويسة. يعني كابتن مي، شايفة انه الاهلي مناسب جدا ان يقابل مين من يعني الفرق اللي كسبت النهاردة سواء في دور نصف النهائي او الدور النهائي؟ واحنا معظم الفرق لعبناها، اكترهم فرقه دجله، الشمس لعبناها مره واحده، بس احنا كده كده يعني الحمد لله مش بيفرق معانا الفريق اللي قدامنا قد ما بنبقى مركزين مع نفسينا احنا، اللي هو بنبقى مركزين على لعبنا احنا عشان ان احنا نلعب يعني قدام اي فرقه يعني باي سيستم. توفيق في اللي جاي ان شاء الله يا كابتن مي، الف مبروك مره ثانيه. الله يبارك في حضرتك، شكرا. طبعا ده كان لقائنا مع واحدة من نجوم مباراة اليوم طبعا، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي على نادي هليوبلس بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. طبعا كابتن مي غزال وقبلها طبعا كابتن حمدي الصافي، زي ما احنا شفنا هم متفقين على مبدأ واحد ان هم خلاص بيغلقوا صفحة النهاردة، يركزوا مرة أخرى في مباريات الدوري وبعد كده يركزوا على المباراة المقبلة. طبعا كابتن حمدي هيكمل يمكن هيتفرج على المباراة اللي هتبدأ كمان دقايق قليلة جدا ما بين طبعا وادي دجلة ونادي الشمس علشان يشوف هيكون مين خصمه في المباراة المقبله في نصف نهائي طبعا كاس مصر. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي طبعا فيما هو قادم. بشكرك جدا كابتن هيثم، كلمه ليك مره اخرى. احنا اللي بنشكرك مريم سميح من ارض الملعب من صاله المقاولين العرب وتاهل فريق السيدات للكره الطائره للمباراه قبل النهائي.